من أول عمل فني، بقول من أول أعمال فنية في الشارع في الفضاء العام. ما كانش معناها في الفترة هذيك، ما كانش معناها متداول أنك تعمل عمل فني فيه شعر وفيه رسم وفيه نحت وتحطه في الشارع. كانوا عادة يعملوا خاصة إلا منجالة في كل الأماكن الكل. نحن معناها فما مجموعة مثقفين في القرآن وشعراء أسوا معناها مهرجان ربيع الفنون في العام هذاك، واستدعوا نزار قباني باش يكون موجود بيناتنا. هو اللي دشن العمل هذا الشاعر القدير نزار قباني. للناس اللي تبع فينا في الديجيتال موجوده ديجا الصوره انت ونزار قباني وقت اللي دشن العمل، وكان كتب لك رساله شكر الى صديقي حسين مقدادي. بالمناسبه هذيك حبينا نعملوا عمل فني يخلد ويبقى ذكرى لاول دوره ربيع الفنون الدولي. صممت العمل بالطبيعة مع الاتفاق مع الأخوين كل الشعراء، واخترنا معناها قصائد باش نكتبوها على الجدران.